أنا ذكي ولازم أعمل اللي في دماغي دايما. سرقت الدايموند وكمان الذهب والملك، كده أكيد هيسجن شريكي وهتكون القرية دي كلها تحت أمري. بس لازم نقبض عليهم في أسرع وقت، أكيد هم دلوقتي بيفكروا في الهروب. فاهمني؟ أول ما تدخل تقبض عليهم. حاضر، يلا بسرعة تعالى ورايا. إيه ده؟ معالي انتوا فين؟ طبعا ساعدوني، انا بريه. معالي بصوا زعبولة علوية، بس كون ظلم. هاي حراس، هربوا صاحبنا زعبولة وإلا هتموتوا انتوا الاتنين. هو الشباب مش احنا تيم اقوياء. صباح الخير. صباح النور. انتوا ايه ده؟ انتوا مين اللي جابكم هنا؟ انا قائد الحراس، ازاي تيجوا بيتي كده؟ محدش هيقدر يتحكم فيا ابدا لو بعيد انا المسؤول عن القريه. يا صباح الخير يا علوي، او مساء الخير على حسب تشوف الفيديو الجامد ده. طبعا احنا عرفنا منكم كل حاجه، شكرا على كل المعلومات اللي انتوا كتبتوها لنا وقلتوا لنا. زعبولة مسجون ظلم وهولي مولي. طبعا الحراس دي علويه هتقبض علينا في اقرب وقت زي ما انتوا قلتوا لنا في الكومنتات. عشان كده انا حركات الفرخه وطا. انت يا ابني وطا عم بتعمل ايه يا ابني؟ مش ولا مش هيجي، ما قعدتش بس ولا خلاص مش كده. تعبت بقى. بقول لك صديقنا زعبولة محبوس، انت مجنون؟ قوم يلا. لا ابوش تعبان. بص الحارس، بص يا ابني، قوم بدل ما اضربك على مناخيرك. تعبت يا بابا. حركات الفرخه، انت نسيت يا نوب؟ المفروض ان الراجل دلوقتي اللي احنا كنا عايشين معاه هنا في القريه علويه وجابنا هنا هيجي يقبض علينا هو والحراس اللي معاه، عشان طبعا الدايموند اتسرق وزعبولة بريء. فاحنا لازم نثبت براءه زعبولة. انت قلت لي يا علويه ان الراجل التاني ده هو اللي سرق الدايموند، ودي حركات. احنا المفروض دلوقتي نهرب من المكان ده عشان ممكن يتقبض علينا. يا عمك يتقبض عليك يا وتشبي. يلا مش هتيجي. يلا حركات الفرخه بسرعه تعالى نسجوا علويه، خلينا نهرب. لازم نقبض عليهم في اسرع وقت، اكيد هم دلوقتي بيفكروا في الهروب. فاهمني؟ اول ما تدخل تقبض عليهم. حاضر، يلا بسرعه تعالى ورايا. وانا اللي كنت جايبهم في القريه وفاكرهم طيبين، سرقوا الدايموند. ايه ده؟ دول هربوا. مين اللي قال لهم ان احنا جايين نقبض عليهم؟ لازم ندور عليهم بسرعه. تعالى ورايا عشان ما يهربوش من القريه. حاضر. واجب علي مش شايفنا. احسن حاجه الحمد لله على الوقت قدرنا نضرب بالحارس ده، احنا عارفين ان هو بيوقف بكوس. يلا مدينا ضهره دلوقتي، واضح حركات. تعالى نروح للواد زعبولة السجن بسرعه. السجن علوي انا فاكر مكانه كان في الحته اللي هناك دي. واللي مولي دلوقتي طبعا لازم نهربه عشان نهرب من القريه دي علويه. طبعا احنا مش ما سرقناش اي دايموند وسجنين زعبولة، عشان كده بص اهل القريه ممكن يبلغوا علينا اصلا. يلا حركات بسرعه. وادي مالي مش واجي عمولي مش بشكل قدامك. ايوه في السجن. اوه ماي جاد، الحراس تعالى حركات. في حراس علويه، هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. واللي مولي ازاي بس نهرب؟ ثانيه خلينا نكسر اي خشب من دوت. حركات عدينا حتى ليه بسرعه. هو حد يبلغ علينا. ماشي يلا حركات. وادي مالي مش شايفونا. والله بص في حراس يا علويه. قول واد زعبولة. واد يا زعبولة، يا زعبولة يا مزعبل، انت واد زعبولة. ايه ده؟ معالي انتوا فين؟ طب علي ساعدوني، انا بريه. يا معالي بصوا زعبولة علويه بس كون ظلم. طب علي طلعوني من هنا. انت واد زعبولة بس شويه بدي بقى خليك جوه. وات؟ انت سمعت قال لك ايه؟ معالي الواد ده معالي بتشي من هنا. انت ايه اللي انت بتقوله ده فرخه؟ ايوه يا ابني بيا بدي ولا خليها جوه متدفي. متدفي؟ انا مش هعمل غير حاجه، هجيب ده واضربك كده. انت مجنون يا ابني، انت جايبني ليه؟ هو ايه اللي بره برد؟ انت مجنون حركات؟ ازاي تقول له جوه متدفي يا ابني؟ هو مسجون. ابو علي طلعوني من هنا يا ابو علي. واد يا زعبولة، ما هو في حل، احنا ممكن نكسر التوب ده ونطلعك. بس يا زعبولة لو كسرنا التوب وات طب ما كده الحراس هتسمعنا. ابو علي ماليش دعوه، طلعوني انا بريء. ابو علي اللي سرق الدايموند الراجل ابو حصان. الراجل ابو حصان؟ اوه ايه الحقيقه ده حركات؟ الراجل التاني. ايوه انا عارفه، اللي هو الشرير اللي شفناه امبارح. ايوه ابو علي هو ده، راح هناك عند البرج وسرق الدايموند، وفي الاخر رمى الدايموند ده ليا عشان انا اللي البس التوبه وانتوا كمان. اوكي سمعت حركات الفرخه؟ يا حميك قلت لك يا جدع شي ولا ايه؟ الراجل ده طب راح فين بعد كده زعبولة؟ ابو علي بعد ما سرق الدايموند هرب بقى. ابو علي كسر الازاز وهرب. كسر الازاز؟ الراجل ده شرير. طب احنا لو كسرنا هنا، مش عارف لو كسرنا هنا الحراسه تسمعنا. ما تقلقش يا زعبولة يا صاحبي، هنهربك من هنا وهننقذك انا والواد حركات الفرخه ده. وحركات ده غبي صحيح، بس هننقذك. ابو علي السجن بص يا حبيبي، هنا الراجل جه. انتوا هنا، اقبر عليهم بسرعه، اطلعوا قبض عليهم. ابو علي اجروا بسرعه. يلا واد حركات دول جم، يلا ارزمان امسكونا، يلا بينا. يا احمد كام ده يروح فين يا ابني؟ يلا تعالى بس نروح في اي حته. قولي بولي علوي بسرعه معلم اجري. قولي بولي علوي دلوقتي. اوه ماي جاد، نط في الباب معلم. اسكت عشان ما يشوفناش طبعا علوي، عشان الاثار بتاعت الاقدام بتاعتنا ما تعلمش على الارض. هو وادي انت محترف يا جامي. قولي ايوه طبعا، عشان الاثار بتاعتنا ما تعلمش على الارض. دي تكتيكات دي، انا عارف انا بقول لك ايه. اوكي دلوقتي طبعا هنعمل ايه علوي عشان نثبت براءه زعبولة؟ مفيش غير حل واحد، زعبولة مسجون وهم معاهم طبعا اسلحه. واد حركات صح؟
هو تشوا حبيبتي بقى اسلحه ولا وحراس كتير. حراس كتيره معناها كده علويه حاجه واحده، ان احنا عشان ننقذ صاحبنا زعبله لازم طبعا يكون معانا اسلحه ونقدر نضرب الحراس اللي عند السجن وننقذه كده علويه. فهمتوا؟ انت ودي بلدي وانت ده بلدي تايه. عشان نجيب اسلحه علويه محتاجين دايموند عشان نعمل سيف دايموند، هو اقوى حاجه في اللعبه. هنعمل السيف الدايموند ده وبعد كده علويه هننقذ صديقنا زعبله، بس عشان نجيب دايموند محتاجين ندخل كهف. فهمت حركات؟ لازم ندخل كهف الاول نجمع دايموند. ايه يا حبايبك ليه ندخل كهف كده اول؟ ايوه يا ابني عشان ننقذ صاحبنا زعبله. كمان لابد بتشاء. يلا بينا فرخه نحاول ندور على اي كهف علويه عشان نسرق دايموند، او ممكن نروح اصلا على اي قريه ثانيه نسرق من عندها دايموند. ايه ده بس احنا كده هنكون حربيه؟ لا ما ينفعش، لازم نلاقي اي كهف علويه عشان ناخد من عندهم دايموند وننقذ صديقنا زعبله. طبعا عاوزكم تكتبوا لي في الكومنتات لو في فكره احسن من دي عشان ننفذها. بص الفراخ بتعوم ازاي في الميه حركات. ايه يا حبايبك يا بنتي الفراخ بتعرف تعوم ولا ما بتعرفش تعوم ولا ايه؟ تعالى يا فرخه الفراخ، بص اللي معاك في الجيش بتعرف تعوم. تعالى يا ابني الميه مش طويله تعالى. اوكي هنعدي من هنا دلوقتي. يا فرخه ما تعرفيش مكان كهف؟ فرخه انا بكلمك يا فرخه. ايه يا حبايبك يا ابني بتتعمل ايه يا ابني؟ ابو شيكادي فين؟ خلاص خلاص قاضي الفراخ ده انت نوب صحيح. خلينا نمشي كده، عايزين ندور على كهف. طيب بلغت كل الحراس يدوروا في كل حته حوالين القريه عشان دول لازم يتمسكوا. ايوه اتبلغتهم. طيب تمام، ولو لقيتوهم في اي حته تجيبوهم عندي الاول، وانت مش هتهرب من السجن ابدا. انا بريء ما سرقتش حاجه، صاحبك اللي هو شيك معاك في القريه هو اللي سرق عشان يلبس التهمه. انت ليه مش عاوز تصدق؟ انا واصحابي ما عملناش اي حاجه، انا بريء. لو اصحابك فعلا ما عملوش حاجه وانت كمان ليه هربوا اول ما شافوني؟ انتوا اللي سرقتوا الدايموند والملك هيعاقبنا كلنا، وانا لازم انتقم منكم وتتسجنوا مدى الحياه. عشان كده مش هتهربوا ابدا من القريه. حارس بسرعه يلا بينا عشان نمسكه. تعالوا ورايا حالا. انا بريء يا معلم، ساعدوني طلعوني مش عارف، بس القريه ده ربنا ازاي بريء. وادي حركات، انت عارف انا واقف على ايه دلوقتي؟ يا ابني انت مش عجاجيه. جرجيرة ايه اللي انا واقف عليها؟ ايه اللي هيجيب الجرجيرة في الميه؟ يا ابني دي مش جرجيرة، يا دوب ما تضربنيش، دي مش جرجيرة يا فرخة، أنت عارف دي بتاعت إيه؟ دي بتاعت الضفدع، فهمت؟ إيه يا حبيبي دي بتاعت الضفدع ولا إيه؟ بتاعت الضفدع، يا دوب أنت، أوكي خلينا نطلع كده، تعالى تعالى، عايزين ندور على كهف، لازم نجيب دايموند علوية في أسرع وقت عشان نضرب الحراس ضربتين نقضي عليهم على طول. اوكي ايه الفراخ دي كلها؟ اوه بص على الواقف، في بيض والله، في بيض كتير. ايوه انا دلوقتي بقى يا نهار زبالي، في بيض هنا كتير قوي. وطه ايه ده؟ كهف هناك اهو، تعالى ليتس جو. بص في فراخ كمان. فرخه فرخه بعد اذنك يا فرخه، في دايموند في الكهف ده؟ انت يا ابني شبع يا حركات، يا دوب هنموت من الجوع والله في الكهف جوه ثانيه. طيب بص انا هحذف البيض ده، لو طلع منه فرخه انا اللي هاخدها. ايوه ايوه بص، ولا فرخه طبعا هتطلع، حظي وحش ولا فرخه. تعالى حركات. اوكي بص على الواقع، ندخل هنا في الكهف ده، وات شكله كهف كبير. تعالى فرخه، احنا ممكن طبعا ننقب في الكهف. اوه بص مفتاح الناحيه الثانيه، تعالى واضح حركات نروح الناحيه الثانيه احسن، ممكن نلاقي فيها اي حاجه. اوكي بص على الواقع، فحم فحم لزجو. اول ما دخلنا كده لقينا فحم. حاسب يا ابني ايه يا مالي يا ابني الفحم ده؟ اول الفحم ده اللي هنعمله شمع. بص بقى عشان نقدر نعمل شمع وننقب او نجيب الدايموند لازم طبعا الاول ناخد الفحم ده عشان نصنع الشمع. اوكي هاتوا بسرعه حركات، كام كام مش هجيبه كله. اوكي جبنا دلوقتي الفحم، عايزين نصنع بس الشمع. اول حاجه بس علويه عايزين ناخد طوب عشان نصنع فرن. وادي حركات، اطلع بص اكسر خشب من بره، محتاجين خشبه. كام كام مش هجيبه عشان طبعا عايزين نصنع علويه فرن. انا معايا هنا خشبتين، الخشبتين دول ممكن نعمل منهم يا علويه كرافتنج تيبل. اوكي عملنا الكرافتنج تيبل، وبعد كده نصنع الفرن طبعا. يلا بقى علي هات كده البلوكات، ايوه عشان نصنع اول فرن معانا. والفرن ده طبعا يا علويه نحطه هنا، عايزين بس نعمل الخشب اللي معانا دوت يا علويه. عصيان انا معيش خشب كتير. واضح حركات انت معاك خشب؟ ايوه يا ابني بس جبت شويه. ونصنع على طول بقى يا علويه الشمع بتاعنا. ايوه كانت العكس تقريبا، ايوه خدنا كده 21 شمعه، كويس جدا. دلوقتي بقى يا علويه بعد ما بقى معانا الشمع بتاعنا هندخل الكهف عشان نحاول نجيب دايموند. يلا بينا ننزل تحت على طول. اول حاجه نحط الشمع كده، ليتس جو، عايزين نصنع شيلد. واضح حركات، واجي بقى ليه الشيلد ده اول يا ابني؟ الشيلد ده اللي بنستخدمه. اوكي في هنا حديد، خلينا ناخد الحديد بسرعه، كسر كده يا ابو علي. وادي حركات، هات الحديد ده عشان الحديد دوت برضو هنصنع منه شيلد اسطوري. ليتس جو. اتمنى علويه ان احنا نلاقي هنا في الكهف ده اي دايموند او اي حتى ريد ستون او اي لابيس لازول، اي حاجه نستخدمها ضد الناس اللي في القريه دي عشان نحاول ننقذ صديقنا زعبول. احنا مش عايزين ننقص دم كتير بس كده. اوكي بص في فحم كتير، واجي بالي يا حبيبي كوتش الفحم ده اول. هو اللي مول انا سامع صوت،
فينا زومبي اعتقد. اوكي وات الحق حركوت كف كبير جدا. هولي بولي بص حركه فرخه فجاوه. انزل فرخه تعالى. اوكي ايه الفحم ده؟ خلينا نجيب الفحم ده كله الاول نكسر. اوكي ده في فحم كتير والله على الوان، انا ما كنتش واخد بالي من الفحم ده كله. اوكي عايزين نكسر البتاع ده. معاك شافل يا ابني؟ يا ابني كان بتاع فافل دي فافل مين؟ بقول لك شاف مش عارف انت جاي تعمل معايا ايه بصراحه يا ابني. مش جاي على كريوات جاي تساعدني بقى يا فرخه. خليني جينا تعالى. طيب بص بص في هنا حديد، عايزين نكسر الاول ده على الوية. الحديد ده اتمنى انه ما يقعش تحت. اوكي وقع تحت يا دار زبادي. خلينا بقى نكسر كده عشان اول ما يقع ناخده على طول. خدناه. احنا ممكن نعمل حاجه حلوه، ممكن نجيب بلوك معانا. فين البلوكات؟ ايوه نجيبها هنا عشان طبعا يعني اللي هو هنحاول نبني الحته دي عشان ما يقعش اي حديد تحت. يلا ابو علي بس كده معيش بلوكات تانية ما شاء الله. خلينا ناخد بقى الحديد ده، وبعد ما ناخد الحديد ده يعني هنحاول ان احنا ننزل طبعا لللافا دي. كسر ده او يلا يا زبادي. يا ابني ما تبني اي بلوكة يا ابني. ابني فين يا ابني؟ يا ابني ايه ده يا ابني؟ حط اي بلوكة يا فرخه. او باي جاد اعمل معاه ايه بس النوب ده علويه من الله مش عارف. تعالى كده حركات، عايزين نحاول ننزل تحت. نهار زبادي علويه، انا طبعا مش معايا بلوكات ان انا ابني تحت. معاك بلوكات يا ابني؟ اه مش معاك كتير. معاك كتير؟ طب هات حبه. انا مش معايا اصلا بلوكات خالص. عايز اجيب شويه عشان نحاول ننزل تحت في اللافا دي. وات شكله كهف كبير. الفرخه ده مش هيديني اي بلوكات شكله. وادي حركات، حط كده هنا بلوك. عايز اعدي تحت، انا عايز اجيب بس حبه بلوكات ايوه عشان يكونوا موجودين معايا. يلا خلينا نكسر شويه عشان النوب ده مش هيديني اي حاجه. انت وادي مالي مش هتنزل تحت يا حبيبي. انزل تحت انا جاي لك دلوقتي. لازم جو بسرعه. خلينا نكسر حبه شويه بس كده صغيرين عشان نحاول ننزل بيهم تحت. مولي مولي بص عليا كسرت قد ايه تحت. وات بس في كهف كبير. اوكي يا ريت بس يكون الحديد بتاعي اتعمل. طبعا صنعت بيج اكسل. بيج اكسل بتاعي اتكسر للاسف. الحديد اتعمل. اوكي في حديد طلع اهو. وادي حركات الفرقه. انت رحت فين؟ انا مش نزلت تحت ولا ايه؟ حركات يا نوب راح فين؟ نزل تحت. وات حركات انا جاي لك دلوقتي. ثانيه واحده بس بسطع الحديد ده. بسيح ثانيه واحده بس بسيح الحديد. اول ما الحديد هيطلع على الوين المفروض ان احنا نعمل بيه شيلد. طبعا انتوا عارفين ليه الشيلد رقم واحد طبعا السكلتون النوب. خلينا نجيب باقي الحديد بسرعه. انا محتاج دلوقتي خشب. حركات الفرخه معاك خشب؟ ايوه يا ابني مش معاك تي. اديني كده. طيب هات كده خشب. ايه ده انت حاطط هنا برضه؟ حط ايوه ليتس جو. محتاج انت بترمي فين؟ ايوه انا اقوم بسرعه. ايه ده يا ابني انت مديني 8؟ يا ابني مش اللي معايا. مش بتقول معايا كتير ده انت نوب يا فرخه. خلينا نصنع بقى الشيلد بسرعه. اوكي هنجيب الحديد بتاعنا نحط واحده هنا ونجيب ده. مش فاكر كان بيتعمل ازاي. كان بيتعمل كده ايوه ليتس جو. وده يكون الشيلد بتاعنا. عايزين بقى نلبسه على الوش يب عشان السكيلتون النوب اول ما يجي لنا المفروض ان احنا طبعا هنروح جايين ايه. لا عايزين نحط الشيلد في الشمال. ايوه نعمل كده اول ما يضربنا على طول. وادي بالي مش عايز سواحي. احنا محتاجين خشب يا نوب. طب مش هجيب بشاع. طيب ما تتاخرش هات لي معاك شويه ماشي. طيب طيب مش استناني بسرعه روح هات كده وتعالى. اوكي انا محتاج انزل تحت. وفي اصلا هنا الكهف ده برضو بيوصل من الناحيه الثانيه للمكان ده. اهو يا علويه لو احنا نزلنا من هنا كده اوه ماي جاد ابو علي لازم نهتم بالاكل. اوكي الكهف ده بيودي برضو من الناحيه الثانيه يا علويه. خلينا ندخل كده. اهم حاجه السكيلتونات. او بصوا يا علويه ده اللي انا طبعا بكلمكم بصوا عليه. بص السكيلتون اضرب يا نوب احول. ايوه اضرب يا نوب احول. امسك بقى نوب تعالى 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 ده انا هكسر راسك. او ماي جاد تضربني. امسك امسك موت. يا ريت اديني البوب بتاعه على الوي بعد ما يموت. موت يا ابني. اوكي خلاص كده قتلناه. لا في زومبي تاني امسكوه. لا كريبر. طيب يعني على الوي مش محتاجه يعني كريبر عادي جدا معروفه. كريبر بيقتل كل الناس في اللعبه. او ماي جاد كريبر النوب ده والله على الوي بكرهه. طبعا فرقع فيها دمرني. انت وادي مالي ايه بيبر دوت؟ بيبر ايه بس اسمه كريبر. اوكي الشمع فين اللي كان معانا؟ اهو الحمد لله جينا خدناهم تاني. هولي مولي حط كده بقى البس. اوه بص النوب بص النوب اللي جاي. خلينا نلبس الشيلد بسرعه. اوكي ثانيه وحش ماين كرافت دي على مش بتتفاق. وانا حركات محتاج مساعده يا سكيلتون يا نوب. خلينا نحط له هنا كده بلوك على الوي. ما تنشلش فيا يا نوب ما تنشلش فيا يا نوب ما تجيش. اوكي حط كده بلوك. خلاص قفلت عليك. انا بيني وبينك بص حد ما تطلعش عندي ماشي يا فرخه. اوكي دلوقتي على الوي محتاجين بقى نحط السيب بتاعنا كده. هولي مولي الكريبر فرع فيا والله دبرني. تعالى يا نوب انا دلوقتي كسرت له. فين الفرخه ده؟ هو راح فين؟ وقع تحت ولا ايه؟ وطا احنا نزلنا فين يا علوي؟ انا نزلت تحت. وادي حركات انا تحت خالص. ارجع تاني ابو علي. انا اسف انا اسف يا رجاله. اه يا نهار زبادي حركات انا محتاج مساعده حركات. يا نهار زبادي ايه كل الزومبي دي؟ تعال تعال انتوا فاكرين اخاف. اوه ماي جاد بص علوي لقيت ايه؟ لقيت هنا بص في شيست. اوكي خلينا ندخل كده جوه ممكن نلاقي في حاجه. ريد ستون وفي عيش. ليتس جو. هولي مولي انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ مش عايزين نبص له. الاندر مان يا علويه موجود هنا. وادي حركات تعالى. وادي مالي مش لقيت صندوقين. اوكي خليهم معاك الصندوقين. او ماي جاد بص علويه المكان عامل ازاي؟ عايز انزل تحت خالص.
هنا كريبر. لا كريبر. انزل كده ابو علي كده خلاص نعتبر نزلنا وادع حركه الاتاح. يا ابني مش بكام ما تجيب انت بشاء الارض زبادي. طب تضرب صاحبي. تعال يا نوب. تعال يا نوب. اوه بص في ريد ستون. احنا ممكن نروح هناك كده بسرعه. حط هنا كده ابو علي بلوكه. ايوه اقفل النار دي يا نار زبادي. وانا حكات بص دي النار اللي انت هتتعذب فيها. انا يا حبيبي انت وانا مالي بقى وانا مالي انت ممكن تتعذب. لا يا حبيبي انا مش حرامي ومعنديش شركه حراميه. انت اللي عندك الشركه. اوكي علوي كده خلاص. طالما انت شفت ريد ستون المفروض ان انت كده تتبشر على طول ان انت ممكن تلاقي دايموند في اي حته. على اوه في ريد ستون هناك اهو برضه. عايزين نحط بلوك هنا. مفيش اي بلوك. ايوه اقفل اقفل. ليتس جو. قفلنا كده على الويه اللافا. خلينا بس نكسر من هنا وبعد كده نروح ننقذ صاحبنا زعبولان اول ما نلاقي حبه دايموند كده. عشان طبعا زي ما اتسرق الدايموند لازم نرجع دايموند مع ان مش احنا اللي واخدينه كده. تمام انا وصلت عند البلوك ده. ايوه نحط كده بعلي. بس كده قفلنا اللافا. ناخد كمان الريد ستون دي وبعد كده نطلع بقى. واضح حركاتك خدتهم كلهم. انت يا ابني مش تعالى ناحيه ثانيه. الناحيه الثانيه فين يا ابني؟ مش وراك يا ابني. ورايا. اوكي اه انت هنا. ولا حركات فرخه. مش عارف هنا ممكن تلاقي دايموند ولا لا. يا ابني مش دايما بس كده ممكن لا ولا لا. انا ذكي ولازم اعمل اللي في دماغي دايما. سرقت الدايموند وكمان الذهب والملك كده اكيد هيسجن شريكي وهتكون القريه دي كلها تحت امري. بس خلينا اشيل الدايموند في الصندوق السري بتاعي. محدش ابدا يقدر يفتح الصندوق غيري انا. وطي عليه. بص احنا فين؟ احنا على الاوبسيديان خلاص. وضع حركات احنا نزلنا تحت خالص. ايه ده في ريد ستون بسرعه. خلينا ناخدها. وادي بالي تعالى انت فوق. الله يعلم احنا لو بندور على اي حاجه تاني. اوه ماي جاد كان زماننا لقيناها. المشكله لما بتكون عايز دايموند ما بتلاقيش دايموند. لو انت طبعا بتدور كده وخلاص ومش عايز دايموند هيجي لك. وضع حركه الفرخه. انت اوه ماي جاد ثانيه واحده واحده واحده. هولي مولي لقيتها لقيتها حركه الفرخه. انت يا ابني مش شاتمه قدامه ولا مش لقيته؟ قفل لي علوي. ليتس جو. او ماي جاد اتفتح التاني لفت. حط كده بس خلاص ما نفتحش الحته دي. وادي مالي مش لقيته يا حبيبي. قولي قولي كميه دايموند رهيبه. ليتس جو. خدنا كام حبه مش عارف. انا معايا كام حبه؟ معايا خمسه. اوكي انا مش عارف هو اللي اتسرق كام حبه بس احنا دلوقتي معانا خمسه. يلا حركات بسرعه نطلع. طب طيب يلا بينا. وادي حركات دلوقتي معانا السيف الدايموند. يلا بينا. يلا مش عايز اشيلك زي ما انت بقول لك. يلا تعالى بقى عشان نضرب الحراس دي ونطلع صديقنا زعبولة من السجن عشان سجله ظلم على اللي وياه. اوكي بسرعه. وادي زعبولة. جينا لك يا زعبول. ايه ده ابو علي انت فين؟ احنا هنا هنا يا زعبولة. بص جبنا سيف دايموند ودلوقتي بقينا اقوياء. ايه ده ابو علي ايه اللي انتوا ماسكينه ده؟ ده سيف دايموند وده شيلد. بص حركات نفس الكلام. هنضرب الحراس دلوقتي ونهربك. طب طب ابو علي بسرعه. تعالى وادي حركات كده ندخل مع الحراس. وباي جاد على الحراس قويه. طبعا عايزين نجيب بلوكاي عشان ندخل من هنا كده. ايوه يلا حركات. طب طب يلا بشاء. نط كده وبعد كده ندخل. اي حراس هربوا صاحبنا زعبولة والا هتموتوا انتوا الاثنين. هو انت ما عموش احنا تيم اقوياء. انت وادي مالي يلا بشاء الخير معاهم. ايوه ايوه طبعا. انا كنت متوقع ان انتوا هتيجوا سلموا نفسكم مش هتقدروا تهزمونا. ايه ده وات احنا اتحصلنا حركات. يا حميك ما تفناش كده اوي. احنا لازم ننقذ صاحبنا. احنا ما سرقناش حاجه. انتوا مش مصدقيننا. لو انتوا ما سرقتوش حاجه ليه هربتوا من البدايه؟ احنا هربنا عشان نجيب سيف دايموند وعشان نكون اقوياء ونقرب صاحبنا عشان احنا ما عملناش حاجه. لو انتوا ما عملتوش حاجه لازم تثبتوا لي ده. صاحبك برضو بيقول لي كده ان هو بريء بريء وبيقول لي شريك ان هو اللي سرق. انا عامه بشك فيه. لو انتوا بتقولوا الحقيقه لازم تثبتوا لي والا اخلي الحراس تحبسكم انتوا كمان. حارس نعم. ثانيه طيب ثواني. طب بقول لك ايه انا بص معايا 3 حبات دايموند. كان معايا 5 صنعت السيف وبقى معايا 3. انتوا منين جبتوا الدايموند؟ جبناه عشان قلنا لك ننقذ صاحبنا. لازم تثبتوا لي براءه صاحبكم خلال 24 ساعه. لو ما عملتوش كده احطكم في السجن انتوا كمان. فاهمين؟ ايه ده وط خلال 24 ساعه مش عارف هنلحق ولا لا. طيب ماشي. عموما الراجل شريكك ده هو اللي سرق. انا شكيت في كده برضه. لازم تثبتوا لي ان هو اللي عمل كده. طيب ماشي بس احنا عايزين مساعدتك في حاجه. ايه هي؟ عاوزين نعرف بيت شريكك فين. هقول لكم عليه. هو ده البيت اللي عنده الحصان. طيب ماشي شكرا. اهو حركات. هو ده البيت. اوكي عامه بص شوف الدايموند ده اللي احنا نضحك عليه بيه وهنقول له ان احنا حطيناه في الشيست عشان يجي يسرقه تاني عشان هو حرامي. اتمنى يكون كلامكم صح زي ما بتقولوا والا هتتسجنوا انتوا كمان. هنثبت لك كل حاجه. يلا حركات يلا بينا. اوكي تعالى دلوقتي نروح له. سيبنا انا اللي اتكلم حركات عشان انا بص اذكى منك واعرف انا اقول ايه. لكن انت فرخه. طب طب ادوب بتشوف. اوكي خلينا ندخل هنا. ازيك يا حصان انتوا اللي سرقتوا الدايموند ده امبارح حلو فات. اوكي خلينا ندخل بيت الراجل ده. وطا ده بص حركات. بص عامل لي كرسي وبتاع عشان يستريح. يلا يا ابني مش تشوفه يا حميكه مش جاوي بتا.
طيب يلا بسرعه بسرعه نطلع فوق. اوكي اوه بصوا صباح الخير. صباح النور. انتوا ايه ده؟ انتوا مين اللي جابكم هنا؟ انا قائد الحراس، ازاي تيجوا بيتي كده؟ احنا جايين بيتك عشان جايين نقول لك ان احنا مش هنهرب من القريه. عارف ليه؟ ازاي انتوا حرميه؟ ازاي انتوا ما طبطش عليكم لحد دلوقتي من الحراس؟ انا ابلغهم حالا. لا مش هتبلغهم. عارف ليه؟ عشان الدايموند اللي اتسرق احنا اصلا اغنياء ومعانا دايموند تاني. شوف خد يا حركات دايموند ده. ايه يا حبيبي يا ابني؟ معاك كتير يا ابني. معاك كتير؟ لا لا خد واحده كمان يا حركات يا ابني. بقول لك معاك كتير يا ابني. ما انا معايا برضو كتير. انا معايا بتاع مليون واحده. ايه ده انتوا اغنياء ولا ايه؟ ايوه احنا اغنياء. امال انت فاكر ايه؟ انت فاكر ان الدايموند ده احنا مش معانا منه؟ ده احنا معانا كتير، واللي انت سرقته ده احنا حطيناه اصلا في الصندوق في البرج. انتوا معاكم دايموند كتير وحطيتوه في البرج؟ يعني شريك اصلا ما يعرفش ان الدايموند اتسرق؟ يعني بص تقدر تقول ان احنا مش هنتسجن عشان الدايموند اللي اتسرق احنا حطيناه مكانه. فهمت دلوقتي؟ انت يا جاي انت ابوش كمان معايا ابوش دهب كمان. وري له حركات الدهب اللي معانا وكمان بص شايف دهب ودايموند. ايه ده انتوا معاكم كتير. ودلوقتي بقى حركات يلا نمشي عشان عندنا شغل كتير في القريه بكره. نسيت اقول لك صحيح، الدايموند اللي انت سرقته ده احنا حطينا اكتر منه بكتير في البرج. ماشي مع السلامه يا حرامي. يلا بينا حركات نمشي. نوب مش عارف ان احنا اغنياء. يلا وادي مالي بتشا. خلينا نمشي بسرعه. ليتس جو. سلام يا حصان. اوكي يلا بينا نمشي. يا رب الخطه ترجع حلوه ويروح يسرق الدايموند. ايه ده معاهم دايموند كتير وحطوه كمان في الصندوق فوق في البرج. انا لازم اتصرف، لازم تكون القريه تحت امري. ان سرقت مره لازم اسرق المره الثانيه واكون انا المسؤول قدام بس الملك عن القريه دي. عشان كده لازم اروح اسرق الدايموند التاني اللي حطوه هو والدهب. يلا بسرعه، محدش هيقدر يتحكم فيا ابدا لو بقيت انا المسؤول عن القريه. يلا بسرعه عشان اسرق الدايموند. لازم اسرق الدايموند من البرج تاني وكل الدهب. انا كده عملت كل حاجه وان شاء الله الخطه هتنجح ونمسكه. صح حركات؟ هو التابع. اتمنى ان خطتكم تنجح، والا صدقوني انتوا اللي هتدخلوا السجن. هو دلوقتي اكيد اكيد هيروح يسرق البرج ويسرق منه الدايموند، فالحراس لازم تاخد بالها كويس. وانتوا علويه عاوزكم تساعدوني، الراجل هيروح يسرق دلوقتي ولا لا؟ بسرعه بسرعه اكتب لي في الكومنتات عشان انقذ عبدالله صاحبنا علويه. بحبكم من كل قلبي. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يلا مع الشباب نشوفكم بكره. يلا باي. بس ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات الراجل فين دلوقتي. بسرعه بسرعه محتاجين مساعده عشان ننقذ عبدالله. سلام.